السلام عليكم. انا 75 عام قل زوج، وانا خدام في هاد الشماعيه بهاد الكرشه ب 20 ريال. واليوم الجامعه ديال الشماعيه قال لك تخلصوا الكرام من نهار 11 وطلعوا على داك المارشي كي داير وشوف حنا فين حاطين، وقال لك تخلصوا. والمارشي باقي ما ترونداش ما تسوناش، قال لك تخلصوا الشهره. راح شوفوا على هاد الناس اش كيديروا، وشوفوا حنا حاطينها في الزباله حاشاكم. وانا بعت كرشه بدرهم، درهم باش بعتها. خرجت من السجن ده ولد 16 عام ولا شنو هي، ودخلت البطوار بعت الكرشه ب 20 ريال. وشوف هاد الناس اش كيديروا لنا، هاد الجامعه اش كدير لنا. المطالب ديالنا يحيدوا علينا هذوك الشهره ويدخلونا للمرشد، والحاجه اللي قلنا لهم يديروها معنا يديروها معنا، وبداو معنا من نهار دخلنا. يلا عطاونا مولين الضو الرخصه في شهر 4، وراه مشى معنا سعاده الباشا وجا لقانا حاطين فم المارشي. ما كاين حتى واحد قولها واحد مارشي، ما من كوس ما من صيف طواليتات ما هماش حتى الماء ما كاين. وشوفوا لا كذبنا راه يجي يشوفوا اش كاين. قلت هاد واحد الرئيسه كنترزق فيها الله، بعد كنترزق فيها الله حولوني من البلدان تاعت الناس، وبعد كي الناس عطاوهم الحوانت انا ما عطوني حتى حاجه. قاعد هكاك درك راني مقرر في البلدان ديال الملك ديال عبادنا، مريح فيه. راه درك كنسول الله ما داري، وهاد الناس راه ما داروا معايا حتى شحال، حتى شحال اللي داروا معايا ما داروا معايا. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالي دايره فين غادي ناكل طريف ديال الخبز نعيشي، وانا 20 عام وانا في البلاصه وحولوني منها وما داروا لي. فين غادي نسكن؟ لا نريح لا والو، راه ماشي ما كيقول لك سير 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 قلب على راسك. انا مع راسي انا نقلب على راسي، راه مريع بالبلاد تاع الناس. انا راه غني منها ما عنديش ناس نتاج. انا لما جبت كيلو تاع الدقيق للدراري ما لقاش باش نجيبو ليه من هذيك البركه، ورقاطو نعناع وربيعات وداك الشيء باش كن. قبل 20 عام تات الوقت وانا قاعد مينا وحولوني مينا، قال لي نوض بحال هذا سير قلب على راسك. السلام عليكم. انا راه من الثمانينات وانا هنايا، وملي مشيت عندهم قلت لهم قيدوني في الحانوت قال لي انت ساكن في التميم. انا ساكن في خربة عيشة وعندي الدار هنايا، واليوم ما بغى يقيدونيش. مشيت عند رئيس الجمعية قال لك سير التميم دير مارشي تما وبنيتم او قعدت قيدونا في الاول. انا من 80 وانا هنا من قدام الجامع والسويقة والدرابلة ولاغار وانا قاعد هنايا، واليوم ما بيقيدونيش هنايا. والحوانت راه كنبيع 20، مشينا على رئيس الجمعيه قال لك 1000 درهم غنقيدك 20000 20000 رئيس المجلس البلدي تاعو. والباشا تا هو قال لي سير على الجمعيه، ملي مشات الجمعيه ردوا لي جراو عليا. ودوك راه كندوي على حقي. خوتي المغاربي هذا الاب ديالي اللي هضر دابا، حنا كنطالبوا من هاد الناس بغينا غير حقنا. راه ما يمكنش الاب ديالي انا 50 عام ولا 60 عام في هذه الحرفه ديال التخضاريت، داز عليه برد الشتاء الصيف ما عرفت شنو هو وما كاين والو، راه ما يمكنش. وجاو وحدين ها من لورا وقت كورونا دركا وعطاهم حوانت، راه لا يمكن. وراه تشوفوا كتشوفوا هذه الحاله، هذه كتشوفوا هذه الحاله في هذا المارشي، هذا التهميش ولا المبالاه. وشكون اللي داير هادشي؟ رئيس المجلس البلدي، ما هو غادي لجهنم وشي واحدين تما تابعين اللي تما غادي لجهنم صايقين بهم. ما شادي الباشا تا هو كيبيع ويشري في هادشي ديال الحوانت، لا السلطه اللي في هادشي ديال المارشي. وغادي تا هو كيدخل راسو شي صولات ما عندوش شي دخل فيهم. ورئيس رئيس المجلس البلدي تا هو الناس اللي من الدوار ديالو كيبيعوا كا وكا، والبانيوات قال لهم انتم الاولين في الحوانت. علاش؟ كيوز هادشي كيوجدوا فيه انتخابات، هادشي اللي كيديروا هاد الناس هادو. وحنا كنطالبوا شي حل لهاد الناس، يديروا معنا شي حل نهائي، حيت غتنوض شي حاجه كراف لهاد المارشي هذا، غتوقع شي حاجه مهم. يعني بنادم ما خداش حقه، كيشوف بنادم اب ديالو شي 60 عام ولا 50 عام في هاد الحرفه وما عطاوش حانوت، يعني راه غتوقع شي حاجه. يعني كنطالبوا من الوالي تاع الجهه، بغينا يجي طول شي زياره على غفله يشوف هاد البلاد، هادي هاد الناس هاد الشفاره، حنا بغينا نحيدوهم من هاد البلاد هادو. بغينا الوالي تاع الجهه يطلع على هاد الجهه، على هاد الجهه تاع الشماعيه، حيت علاش ناسيين دايرين من الناس من المدن المخفيه والمنسيه. ما كاينش الناس اللي مسؤوله على هاد البلاد. كاين اللي باغي يقضي غرضه اللي شاد شي كرسي كيتوضى تحت منه، هادشي اللي كاين. حنا كنطالبوا الناس
المسؤولين على هذه البلاد ومن من اول الناس هو الوالي تاع الجهه والعامل تاع الجهه ديال اليوسفيه انه راه ما قايمش بالعمل ديالو انه كيشوف هاد الناس هاد السرقه وهاد التهميش وهاد الحقره في هاد البلاد اللي ما عندكش سير بحالك ولي باك صاحبي تعال نعطيك حانوت في الشوكه يعني هذاك الشيء فيه الفرزيات بزاف وراه حقره بزاف هادي يعني راه حنا غنديروا مظاهره قاعد الخضاره اللي ما مستافدينش وهاد الناس اللي ما مستافدينش راه غنديروا مظاهره ضد هاد رئيس المجلس البلدي وهاد الباش هذا اللي داير لنا هاد الحقره يحيد لنا في المواز هنا راه لا يحل لنا هنا هنا تقريبا من الكورونا ها هو غيتحل المارشي حنا قيدناكم ها هو دخل الماء ها هو دخل الضوء الناس راه كذا غدخلوا المارشي كذا من جينا نطالعوا على الروز ديالنا واش مقيدين ولا لا قال لك ما مقيدينش اللي عدوا لي حق باك صاحبي راك مقيد امك صاحبتي راه مقيده هادشي اللي كاين راه مباشره هادشي سرقه عين بين حقره عين بين ما كاينش حنا كنطالبوا من رئيس المجلس البلدي انه يدير لنا حل يعني الناس الحريفيه القدام اللي خلى داك اللي دازوا في المارش الاول والثاني والثالث حيت الناس اللي بروموسي ديال با كاين اللي مات الله يرحمه وراه ما يمكنش من مارتيني سانو وهو في الخضره وما تعطوش حانوس راه لا يمكن انا اصلا غندير شي حل نهائي لهذا غندير شي حل المهم والسلام عليكم قبل الناس سليمه شحال من مارش وبعد جاوا اللي جاوا عاف الكورونا عطاوهم حوانت وحنا قالنا سيروا بحالتكم هاد الشيء اللي كاين حنا اللي قاعدين من خمسة من قبل 75 قبل المسيره لقاتنا حاطين في التسويقه وتارينا تعينا وبعد مشينا حنايا قال لك اسيدي انت ما ماشي تير دير الزياده باش غنديروا حنا هاد الزياده تعالوا الحوانت باش غنديروا هاد الزياده باش غنديروا هاد الزياده سير دير الزياده قال لك لا بغيتي تستمر ودايرين الجمعيه ومالين الجمعيه ما عطاوهم ب 4000 وحنا ما عطاولهاش اللي جاوا عام كورونا عطاوهم حوانت وحنا اللي من 75 ومن قبل اللي دوزنا الكرشه بدرهم ما عطاوناش الكريشيه كاملين ما عطاوش قول كريشي عطاو 6000 هادشي اللي كاين الكلام المعقول هو هذا تبارك الله ها انا اللي كنبيعو ها هذه كنبيعو من قديم الزمان ها السلام عليكم الاسم كريم عبد الكبير عز الدين بائع الديسير كيطالب بحقه في المارشي على حساب هادشي ديال الزياده وعلى حساب هادشي ديال بنادم براني يجي ما عمرك شتي في المارشي يقدر يستافد وانت لي 10 سنين ولا 20 عام وانت في المارشي ما استافدتيش المره الاولى دفعنا المره الثانيه دفعنا في الاخر كيقول لك الدوسي ديالك كيتقصى بغينا نعرفوا علاش هاد الدوسي علاش مقصد وحنا الاولين في المارشي يجي واحد من سيدي بنور يعطوه حانوت وواحد اللي مكرفس عام كامل عامين ثلاثه سنين هو في المارشي في الاخر ما يستافد من والو وحنا كنطالبوا بحقنا هادشي اللي كاين حنا راه الفريز كيخمج ها انت شوف وري الفريز وري الناس الفريز الفريز راه شادينه ب 2400 طيح علينا 240 وليله الله وصافي هادشي اللي كاين شنو المطالب ديالك المطالب ديالنا حنا بغينا ناخذوا الحانوت ديالنا حتى حنا راه ما عاجبناش هاد التكرفيس بغينا الحانوت ديالنا كما قال لنا سعاده الباشا قال لنا راه 200 درهم حنا عمرنا على 200 درهم ويجي واحد اسمح لي عمرنا حنا على 200 درهم ويجي واحد يدير عليا 400 درهم راه يديه ليا ولكن انا اللي ضيعني في رزقي وفي رزق وليدي راه ما نسمحش ليه حتى لغد يوم القيامه والسلام عليكم سمحوا لي اخوان انا بغيت غير ننبهكم لواحد النقطه مهمه هذا المارشي هذا استافدوا فيه ناس برانيين ماشي من ولاد بلادنا هاد المارشي مديور للناس بياعوا الشراية ولاد البلاد هاد المارشي مديور للناس ولاد البلاد هنايا ولاد المنطقة والناس الحريفية والناس اللي كيبيعوا يشربوا تيسير والناس اللي كيبيعوا يشربوا خضرة وجاو وحدين برانيين وكاينين الناس اللي عندهم حوانت ديولهم ما عنده حانوت وعنده جوج حوانت وجا تزاحم مع الناس في المارشي وكيتزايد عليهم في الأثمنة قايدين 4000 وهو كيجي قايد 1000 درهم ولا كيقايد 1500 درهم وكيجي يدير حانوت اللي عنده حانوت لا جاي مزاحم مع مالي المارشي اللي عنده حانوت يريح في حانوته ما يتزاحمش مع مالي المارشي خلي الناس مالي الفراشه والناس اللي كيبيعوا يشروا هما اللي يستافدوا الناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يكريو حانوت بواحد الثمن باهظ ولا ب 1000 درهم ولا يديروا لهم ثمن رمزي 200 درهم هذا هادشي اللي بان لي انايا 200 درهم هي ثمن مناسب للناس كاملين حتى داك اللي ما عندوش هذيك 200 درهم في جيبو يقدر ياخذ هذاك الحانوت يبيع ويشري فيه يقدر ياخذ عليه كريدي ويبيع ويشري زينب هادشي غير بخصوص الناس اللي مستافدين كاين واحد الطبقه اخرى
مقصيين ما استافدتش منهم واحد 10 الحريفيه هنايا هما ولاد البلاد هما اللي مؤسسين المارشي كاينين ناس استافدوش هادو كاع مشينا كنطالبوا الشهاده ديال الحرفه كيو كل سيل باش قالنا ممنوع انا نعطيكم شهاده الحرفه كاينين شي ناس 40 عام وهم بالحرفه كاينين شي ناس هنايا 40 عام ولا اكثر من عمري انايا وما شدش وما استافدش واش الملك عاش الملك عاش جلاله الملك واش الصفاره جلاله الملك وكنطلبوا من هاد الناس المسؤولين باش ضربهم النفس على هاد الناس الحريفيه وهاد الناس اللي بيعوا الشرايا كاملين وينوضوا يديروا واحد التقنين واحد التقنين للاثمنه ديال الحوانت وما تكون لا مزايده لا والو ويكون داك الشيء منظم يكون منظم وتكون القرعه ثمن محدد يديروا لهم ثمن محدد وثمن مقنن ويكون داك الشيء بالقرعه حتى شي واحد ما يبقى فيه الحال حتى شي واحد الا جاته القرعه ديالو في الحفره يمشي يطيح فيها ماشي انا نختار حانوت سوقي عاد وجدت فرصات نمشي نقيد عليه 1500 درهم لا سي انا غنقيد حانوت ما غنقيد لا نمره الحانوت لا والو قيد حانوت غيديروا القرعه على الحوانت كل واحد يس نمرته فين ما جاته الله يجعلها ما تجي في قبر يمشي يدفن في راسو هادشي اللي كاين شكرا شكرا اخويا انا اسيدي كاع الناس عرفني كان بيها شري في الديسير اسيدي مشيت عمرت على حانوت درت 4000 نهضت المزايده انا سيدي الناس قاعد عرفني كان بيها شري عبد الديسير هاد الناس اسيدي ما قايمينش بالواجب ديالهم على الشفاره على النصابه فيهم اللي بنوا 70 مارشي في هاد البلاد تا مارشي ما بنوا بنوا مارشي واحد بقى يفي عليه 300 واحد شي جمال اليوسفيه بلاد راه خاصه شي جمال سيدي مروه بلاد غنوصلوا داكشي كلهم ينجا سافدوا بلاد البلاد احنا عايشين في الزباله 10 سنين هذه انا عندي ثلاثه وليدات وكارد وكنصور 70 درهم وكيجي الباشا ويجي يعاون السلطه ويدوا لي الميزان ويدوا لي الكروسه ولا قلت شي حاجه ولا شي يقول لك سير للزباله ريح فيها ما عندك ما يخرج الزباله هي عايش فيها انا خويا اللور ما كاينش اخويا على ما تسلم في هذه البلاد كل شيء على الشفاره على النصابه عايشين على بالخلاق لا سبيطار لا دواء لا تغطيه صحيه لا تا حاجه تقول هات اخويا حالتنا في هذا المارشي تاع اللي دستي عاد شي واحد راك دستي عاد كاملين سولتي واش حالتهم كي دايره ما كاينش علاه ما تسلم اخويا لا رئيس لا مجلس البلاد لا قودات لا والو كلشي على النصابه ما كاينش علاه ما تسلم اخويا واش انا في استطاعتي ندير في حانوت 26000 ولا 30000 وبالزمن اللي درت اكثر من جهدي درته وانا ورغم ذلك واحد مريح عنده 70 مليار جا حتى هو معمر معانا في الحوانت هاد السيد لا علاقه ليه بالمارشي وجا عمرو معنا في الحوانت ولات المزايده في الحوانت وفيهم اللي بنوا 4 المارشيات فلوس السوق فلوس السوق فين هاد فين هي فلوس السوق في كدوا فيهم لك السوق اسبوعي فين هي فلوس فين هاد حنا بغينا عاد الدوا ما كاين بغيتي عافيني ديال الراس ما كايناش سبيطار ما كاينش لا تكوين دراري صغار هما كيضيعوا هنا الشباب كيضيعوا هاد اخويا بحال هذا ما كاينش هذا في المارشي ما خاصوش يكون يقرا هذا الاخر ثاني فينا واو الاخر اخويا هاد الشباب قاعدين يضيعوا هنا في المارشي لا تكوين تكوين ما كاينش في هاد البلاد تكوين واش انا ولدي بغا ندير لي تكوين ديال اليوسفيه خاصني لي 400 في النهار مين غنجيب لي مين غنجيب لي انا مين غنجيب لي مين غنجيب لي مين الناس قاعده تقري ولادها في البريفيت عدا من تعطي وانا مين غنقري الدري مين حالتي اخويا كي دايره عمرت على حانوت تابعاني 70 واحد كي غندير انا ما غنهدروش في هاد البلاد ونولوا نبيعوا الحشيش كلشي يدد درتي شي حاجه الميك كيجي دواليك كمامة يقيدوك السلف على الكمامة ميزان يديلك باشا واش غنديروا حنا اش غنديروا يلاه اش كنبيعوا حنا كنبيعوا التفاح والليمون والبيره راه كتعرفونا وراه عيالاتهم هما كيجيو تقدموا من عندنا عيالات الرئيس الباشا المقدم الشيخ كلشي كيجي يتقدم لعندنا كي غنديروا حنا حنا ما نعيشوش في هاد البلاد صافي تبارك وراه هادشي اللي عطا الله خو السلام عليكم راه شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.